شبيه؟ معقولة ما مهتمة لحد هسه؟ جننتني، ما أعرف شو تريد. زين تليفونها ما دق؟ أبد. يابا خلينا نقوم نشوفها. يلا قوم. قونية مال كآبة مو بنية. يابا. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. يابا احنا شنو نريد نخابر على أهلك شي؟ أم الفدية؟ بكيفكم. شنو بكيفنا؟ غير تعطينا رقم أحد من أهلك نخابر عليه؟ براحتكم. شو براحتكم؟ شنو ما؟ يا بس هذا تليفونك راح أخابر أنا، أوكي؟ راح أخابر على رجلك. لا لا لا. آه انقرصتي شنو؟ شو بيج؟ ليش؟ زعلانة وياه. ومن شو وقت زعلانة؟ اليوم الصبح قبل لا تخطفوني، قال لي البيت وسخ، قفلت عليه وبعد ما حكيت وياه. إيه؟ خلي نخابره هسه. حتى يقول تريد تصالحني وتتقرب لي. شنو تصالحني شنو تقرب لي؟ احنا نحكي على عمود الفدية. هاي هاي نحكي على عمود الفدية، انت مخطوفة. ما اخابر له لو يموت، خلي هو يخابر لي. اه واحنا نظل ننتظر منو يتنازل ويخابر. بابا حيد الخابر ترى. اي حبيبتي انطيني اني احكي وياه حتى يصالحني. شنو يصالحك على عمود الفدية؟ على لا صالحك ان شاء الله. بس على كيفك، على كيفك ترى حقها. شنو هاي النوع؟ اي يعني المرأة عندها كبرياء، حتى لو مخطوفه ما تتنازل. شفت شو حبال؟ لان مرة فهمتني مو مثلك. اي يا بلادوكي اخابر على ابوك؟ لا شلون تخابر على ابوي، ينجلط ويموت. دي خابر على امي. خابر على امك، امري لله. هذا انتظار، هاي مبين امك من دني اللي يحكي 24 ساعه. بدي اعطيني رقم واحد ثاني يحكي من يحكي يا من. خابر على صديقتي وفاء، هي جيراننا. وفاء تروح الام وتقول لها تطول بالمكالمه. اوكي اوكي. الو الو هلا وعي. هاي جوارينكم رشا؟ اي احنا خطفنا، احنا عصابه خطف، فبلك تروحين لامها تقولينها خطفت. اوكي يردون فلوس. نعم. لا انت ما لك علاقه، انت بس راح تقول بس ما... لحظه. الو بالله عليكم شنو؟ بالله عليكم شنو؟ ما اروح اقول لهم، خاف اروح اقول لهم يقولون هاي بنيه وجهها فقر جابت لنا خبر مو زين. اي هم صحيح. هم صحيح. اي حقها حقها. راح تسوديني رحمه. شو الحكي هذا؟ خلاص هذا خابر رجلك. امدا تقول لك زعلانه ما احكي يا شنو خابر رجلك؟ يعني هذا خابر على منو؟ ارجع اخابر على امها؟ انت ما عندك منها منها صديق؟ الو الو امها ردت واخيرا. الو هلا حجية شلونك؟ حجية عندك بنتك رشا اوكي؟ هي متزوجة بس هسه مو هذا موضوع ثاني، هسه احنا خطفناها واحنا العصابة نريد فدية، وإذا ما تصدقون هاي احكي وياها. احكي احكي ويا امك. هلا يما. اي انا انخطفت. اي ويردون فدية. تقول عادي ينتظرون أسلم براتب التقاعد؟ لا قوليها أنا مخطوفة مو عازمة مع العشاء. يلا. اي اي حبيبتي أوقف بس على كيفك شوية، عادي ناخذ بالأقساط. اي بس هتجيب كفيل موظف. شنو بالأقساط؟ الفلوس كاملات أريدها الرحمة الله يخليك. شو الحكي هذا؟ شبيها ايش سوت بعد؟ مو قلت لك خليك شديدة وياها، لا تنطيها مجال. منو هاي منو هاي؟ مرت أخوي. شبيها؟ مرت أخوك شنو؟ مرت اخوك شنو؟ انت بنيه متزوجه خلاص، عوفي مرت اخوك متزوجه شنو؟ انت بنيه مخطوفه هسه موضوعك احكي وياها على الفيديو. شبيها مرت اخوك؟ طحان. ما تدخل للمطبخ وتخلي امي المره الكبيره هي اللي تنظف. يا ما تحجون ويا اخوك؟ طبعا. ايش قد حكينا وياه؟ يقول بس تزعلوها اخذها واعزل. اي خلي اعزل، شو تسوي له؟ خلي تجرب العيشه وحده شوفها شلون. نفس كلام امي بالضبط. اي الو هاي يمه. اي البنيه اللي خاطفتني نفس كلامك تقول خلوه يعزل خي يشوف العيشه شلونها. بس لا تقولين قدامها انا انخطفت، لا تشمت. جيبي التليفون. جيبي جيبي شو تتمت. جيبي 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 جيبي. الو حجيه هسه احنا شنو علاقه بمرت ابنك؟ احنا قافله بعد جاي تحكي بمرت اخوها. روحوا شوفوا انا هذا لا بالنسوان وسوالف النسوان، انا هذا بعد مالي خلقه راح اخابر على رجلك واللي يصير يصير. الو حبيبي. لا عيني انا مو زوجتك بس انا جاي اخبر لك من تليفوني. شوف زوجتك عندنا خطفناها احنا عصابه خطف، تجيب اربع دفاتر تشوفها، ما تجيب اربع دفاتر انساها، واذا ما تصدقها هي وياك. بقولك هو وقت زعل وقت زعل. يلا احكي. الو ثقلي عليه ثقلي. رحمه كيفك؟ هم سكتت احكي وياها. أخاف تدفع الفدية وأختك تحكي عليك. يا أختي إيش بيها النوب؟ تموت مني يا بوي. ترى عادي إذا ما تدفع الفدية أهلي يدفعون. أهلك منين هم يردون الفدية بالأقساط؟ منين هم؟
لا انت السبب، صوتك بسببك انا انخطفت، لان قلت لك تعال تعشى، انت فضلت تظل ويا جماعتك، ويا ويلي من هذا صاحبك غير سركافي. انا طقت روحي. التليفون جيبي، جيب التليفون، جيب التليفون، الله يساعد قلبك. انت شلون عايش وياها؟ لا حبيبي بس لا 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 لحظه، لا خليني اول مره افهمك بس لحظه. شنو؟ لا 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 لا, لا, لا. سد التليفون، سد. تدرون شو يقول؟ شو يقول؟ تدرون شو يقول؟ قال يقول يا بها هاي البنيه بقوها عندكم، وفلوس الفديه اللي طالبينها راح اتزوج بيها واحده ثانيه. اوكي؟ احسن طبعا، اللي بيعنا نبيعه. نعم حتى انت طبعا. لا هدوكي راح اخابر له مره ثانيه واقول له عاشت ايدك، هي هاي تتعاشر، ما تتعاشر، ما كملي لي شو مرت اخوك. ماشي حق قلبنا ماكو يجي.